السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على مشروع هام جدا، وهو مشروع ازدواجية خط السكك الحديدية بين بجاية وبني منصور، وكذلك تحسين المسار تاع الخط هذايا وتصحيحه لرفع السرعة فيه إلى 160 كيلومتر في الساعة. وكذلك يتضمن هذا المشروع عدة مقاطع فيها منشآت فنية كبيرة، يعني من نوع جسور فياديك، وفيه كذلك نفق كبير. ويمر هذا الخط، يعني يكون هو في الحقيقة، يعني بصفة عامة الخط هذا موازي لطريق السيار بويرة بجاية، وينطلق في من بلدية بني منصور وينتهي في بالقرب من ميناء بجاية. مرورا كذلك يمر على بلدية أقبو وسيدي عيش إذن، وفيه محطات قطار تم جديدة سوف تبنى على هذا الخط، اللي في الحقيقة يعتبر جديد لأن عملية التجديد فيه تقرب يعني 80% منذ انطلاق هذا الخط في 2012. عرف عدة توقفات وتعطلات في الأشغال بسبب مشاكل تاع الملكية، نزع الملكية والتعويضات للساكنة، يعني على حواف المسار تاع الرواق تاع المشروع. إذن هو الطول نتاعو فيه 87 كيلومتر، والآن في هذا العام يعني عرف نقلة جيدة، يعني من ناحية الأشغال، بحيث أن الأشغال راهي سائرة بطريقة جيدة، وعرف تقدم ملحوظ يعني في الأشغال بعدما تمت يعني حل كل مشاكل نتاع الإكسبروبرياسيون وفتح الرواق يعني بصفة نهائية على المدى 87 كيلومتر. إذن الأشغال راهي في وتيرة جيدة، ونترككم مع الصور، والسلام عليكم. للذكر الصور هذه مأخوذة عندها يومين برك.